السلام عليكم، فاطمة الزهراء من مدينة أكادير. أنا بيت كنهضر على حساب ولدي. ولدي سيفتين اللي عنده لامينانجيت سخانة الخايبة، باش كان طاح سخانة ديك الباردة، طاح ليا ديك قبل رمضان صافي. طاح ومشي ديتو للسبيطار، غيب ودخلوا على الإنعاش ولقاو عنده الماء في الراس وحبة مقيحة في الراس. صافي دخل الإنعاش 3 شهور وهو في الإنعاش من قبل رمضان. يلا خرج دابا شي 5 أيام دابا هادي باش خرج، وكان عنده الماء في الراس. لامينانجيت اللي دارت لي هكاك، دارت لي الماء في الراس، وفتحوا لي الراس، داروا لي تيو، قالوا لي بلي غادي نحيدوا لي داك الماء كامل في راسو، ولكن الماء باقي في راسو. منين عاودوا لي السكانير لقاو الماء باقي في راسو، قالوا لي يقدر داك الماء يتحيد بالميكروب، داك الميكروب يتحيد ديك لامينانجيت. خلات ليه شلل نصفي وخلات ليه مرض الصرع. عنده كيفاش مشى للسبيطار عنده 11 شهر، دابا عنده عام وشهرين. خلات ليه شلل نصفي وخلات ليه مرض الصرع وخلات ليه مرض ديال النبوله، والوشو في ناقص، والنص ديالو ما بقاش كيحس فيه بزاف كاع نهائيا. قالوا لي الطبه في الانعاش راه خصك ديري ليه الترويض، وخرجوا لي الدواء ديال مرض الصرع اللي هو كيبرا ديال الصرع وديال النبوله مينيرين. الدواء ديال الصرع ومينيرين ديال النبوله، وخرجوا قالوا لي غديري ليه الترويض. واثر عليه داك المرض، ديك السخانه اثرت عليه بزاف، اثرت لي على الصحه ديالو بزاف بزاف. مسكين ما عرفتش انا، والله ما عرفت اش غادي ندير. ما داكشي اللي بيديا درتو ديتو انا للسبيطار. صافي فاش دخلوا الضوء للانعاش، ما داكشي ديال الله ما قدرتش، باقي ما جهدي درتو الكمال على الله. كيسول في انا مطلقه؟ لا عندي جوج وليدات، حتى ولدي الاخر كان مريض ولكن الحمد لله برا. وهاد الوليد تا هو مسكين طاح ليا هكاك مغيب، ما بقيتش عارفه شنو غندير. ديتو للسبيطار دخلوا ليا للانعاش، راه انا مرضت نفسانيا. فاش الدولي ديك دخل ديك الساعه ولدي تما مرض لميات ولا صافي مرض. كان مشي 3 شهور كان مشي كندير التحاليل، اما التحاليل ديالو كندير غير التحاليل، وكان جي ما كيعطيونيش ما كيقولوش ليا شنو كاين. هما كلشي هادو التحاليل ديالو، هما التحاليل ديالو هادو كلهم التحاليل اللي درت ليه في الانعاش. هادو في الانعاش في لاغيا في الحسن الثاني فاش كان في بيت الخطر. ديك الساعه فاش كانوا كيخرجوا ليا، كنت خدامه قبل في الفيرما. فاش كنت خدامه كنخدم في فيرما، كنخدم في مكازا، الا بدات المكازا كنخدم فيها ولا بدات الفيرما كنخدم فيها. ديك الساعه فاش كانوا كيخرجوا ليا التحاليل، كنمشي حدا الجامع تما ديال السبيطار الحسن الثاني ديال إليغ. كنمشي لتما كندي للناس التحاليل، كندي لهم الوراق ديال التحاليل، كندي لهم كيمشيو كيجيبوا لي التحاليل حدا السبيطار كاين اللي كيعطيني باش نجيبهم، والدويان ديال الميكروب، هادشي كلشي. هادو كلهم دويان. هادو هما التحاليل الروسيه ديال التحاليل اللي كنت كندير ليه. كندير ليه التحاليل ب 18 20 على حسب المحسنين. ديك الساعه اللي كانوا كيتعاونوا معايا كنعطيهم الدواء وكنعطيهم. لا ديك الساعه ما ولدي في السبيطار ما يمكنش ليا نخدم، ولدي الاخر غير جارتي اللي شاده عليا. انا كنمشي كنجري النهار كامل في السبيطار من الصباح حتى العشيه، كيطلبوا لي التحاليل. كان خصني نكون حدا الباب ديال الانعاش، خصني نوقف حدا الباب ديال الانعاش. التحاليل كيقولوا لي خصنا كي نلقاوك باش على حساب التحاليل كيحيدوا لي الدم باش ما يخسروش، باش نديهم كيحيدوا لي الدم نديهم ديريكت للابوراتوار باش يخرجوا لي النتيجه. حيت شحال من مره كان بحال هكا، الا مشيت نجيب شي دواء ولا مشيت كنقلب في حدا الجامع باش كل يشري لي الدواء، كيقولوا لي تعطلتي على التحليله. منين كنقولوا لي راه خسر 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 الدم، كيعاودوا عاوتاني يحيدوا لي الدم وهو مريض السخانه والما في الراس. لا اله الا الله محمد رسول الله. من نهار طاح صافي، في الاول كان بخير، كانت الحاله ديالو مزيانه، كياكل كيهضر كلشي، ما كانتش الحاله ديالو. واحد النهار اللي قلت لك السخانه، كنقول هاد السخانه هادي يقدر غير ديال السنان، حيت ديك الساعه يلاه كاينو الدريسات يلاه كاينو السنينات. قلت واقيلا هاد السخانه هادي غير ديال السنان. صافي كندير ليه القوي البيض. واحد النهار صافي الدري غيب، ديتو المستعجلات ديالي نسكان بت معاه تما واحد الليله. هما يصيفطوني مع لابيلانس، صيفطوني الحسن الثاني، قالوا لي الدري خاصو الانعاش، حيت الدري ما بقاش كيشرب الرضاعه ولا ما بقاش كيشد الرضاعه، عينيه مقلوبين صفر. صافي ما واحد الحاله، واحد الحاله خطيره بزاف. رسالتي للناس، كنتمنى من المحسنين الله يجازيهم بخير يتعاونوا معايا
غير في ولدي على حساب الترويض والدويان اللي عندي ديال فقر الدم وديال البوتاسيوم، عنده البوتاسيوم والكالسيوم ناقصين، هذوك الفيتامينات كلشي ناقصين في الدويان ديالو، السيروات وداك الدواء ديال النبولة حيت كيدير بيبي بزاف مع ديك الجلطة الدماغية، قال لي كلشي الراس ديالو فيه لي طاش كلشي، وطالبين ليا لي ريم، قالوا لي غديري لي واحد السكانير كبير في لي ريم على برا، وقالوا لي غديري لي الشبكة ديال العينين على برا حيت ما كايناش في السبيطار، هما الوريقات ديالهم كلشي كاين عندي، الشبكة ديال العينين على حساب عنده الشوف ناقص باش يشوفوا شنو كاين، خرجوا لي الوراق كلهم كاينين عندي هنا، هما ها لي ريم، هذا ديال السبيطار باش خرجت، هما ديال السبيطار باش خرجت، هادو كلهم ديال ها هي ديال لي ريم، هادي دابا ديال لي ريم، هادي هذا السكانير ديال لي ريم اللي خرجوا لي نديرو ليه، يعني باقي تابعني باقي تابعني السكانير، وها هي ها هو هذا دابا هو اللي خصني ندير ليه، هادي دابا القصة ديالو، قالت لي الطبيبة هادي هي دابا اش كتبوا لي هنايا داكشي اللي وقع ليه اشنو هي الحاله ديالو اللي عنده باش ندير ليه هاد لي ريم على برا، ولي ريم فاش مشيت سولت ليه قال لي واحد الطبيب غنديرو ليك ب60000 ريال، وعندي الشبكه ديال العينين، الشبكه ديال العينين حتى هي طلبوها ليا، قالوا لي غديري على برا حيت ما كايناش في السبيطار، الشبكه ديال العينين طلبوها ليا قالوا لي غديريها ليه في السبيطار عند طبيب اختصاصي، غير كاين هنا حتى هي الورقه ديالها، انا ما يمكنش لي نخدم حيت عندي لاكر، عنده لاكريز عنده، وطلبوا لي هذيك حتى هي كاينه هنا واحد الورقه ديال ها هي هذه ديال الحنجره، الحنجره الاولى ودنين حيت السمع حتى هو عنده ناقص، حيت دابا هو فاش كيسمع دابا الا كان بنادم كيهضر هنا ما كيفرزش فين، غير عنده هي، وقالوا لي غديري لي الحنجره والودنين، غديري لي غديري عليه في السبيطار ديالو لي غديري عليه ب 6000 ريال باش قالوا لي غديريها، وقالوا لي غديري عليه تما، قال لي الطبيب ما غاديش يكون تما، مسيت سولت شي 5 ايام دابا قال لي الطبيب ما غيكونش على 10 ايام ديال الطبيب ديال العسكر اللي غيدير لي ديك ديال الودنين وديال الحنجره، التلفازه ديال الودنين وديال الحنجره، وعندي لي ريم تا هو باش يعرفوا داك الماء، لي ريم طلبوا لي على حساب قال لي داك الماء اللي في راسو واش داك الدواء اللي كيديروا لي، حيت عنده واحد الدواء ديال الراس كيديروا لي، قالوا لي هذاك الدواء ديال الراس كنشدو غير في السبيطار، هذاك قالوا لي داك ها هو هي نيت راه عندي سميتو ديالها ديال هذيك باش كنشدو في السبيطار، ها هي هذاك الدواء ديال الراس هو هذا باش كنشد الدواء ديال الراس، قالوا لي داك لي ريم اللي غديري ليه على برا، داك السكانير اللي كيبان ديري على برا باش نشوفوا داك الماء وديك الحبه وداك الميكروب واش تنقص، الا جاب لا ما تنقص راه غادي نديروا ليه واحد لاباراي، لاباراي غيديروها ليه في وسط راسو وغيديروا فيها واحد التيول داخل كيتبرونشا مع المصران، واحد لاباراي في الراس لداخل وواحد التيول كيديروه من الداخل كيبرونشا مع المصران باش داك الماء كيهبط ما كيبقى القياس في راسو باش ما يفوتش القياس في الراس ديالو. الرقم ديال التليفون ديالي 06 95 34 41 78، السكانير ديالو حتى هو دي هذا دابا درتها ليه ديال الصدر، دابا بقى ليا غير هذا درتها ليه غير ب 2400. رسالتي للمحسنين هو هما يتعاونوا معايا بيت شي محسن ولا شي محسن الله يجازيها بخير، واخا دير ليا غير السكانير لولدي ولا الشبكه ديال عيني، المهم فاش ما تعاونت معايا الله يجازيها بخير، وبيت ندير ليه الترويض ما عنديش باش ندير ليه الترويض امكانيات، وخاصو باقي الترويض حيت عنده شلل نصفي في الجنب ديالو، شلل الجنب كامل ديالو ما كيحركوش، هنا ديال راسو كيدير غير هكا، وها راه العمليه اللي داروا ليه ها هي في راسو، ها هي العمليه اللي داروا ليه هنا هي هنا، وبيت لي يتعاونوا معايا في الترويض يتعاونوا معايا في الدواء، عندي كل 6 ايام كيخصني الدواء ديال النبوله حيت كيدير بيبي بزاف 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 كيدير بيبي، وعندي الدواء ديال فقر الدم، وعندي الدواء ديال كيبرا ديال الصرع مرض الصرع راه هذا كيعرفوه الناس ديال مرض الصرع، وعندي بوتاسيوم هادو ديال هادو كلهم دابا ديال الفيتامينات، ها هذا 100 درهم اللي كيدير كالسيوم وبوتاسيوم، هذا ديال الردان حيت كي مع الراس كيتقيه بزاف، وهذا ديال البوتاسيوم وهذا ديال فقر الدم، و
والله يجازيهم بخير، بغيتهم يتساعدوا معايا. الله يرحم ليهم الوالدين، الله يجازيهم بخير. راه ولدي انتم ما كتشوفوا الحاله ديالو، راه هذه هي الحاله ديالو مسكين. ها هي العمليه اللي دار هنا في راسو، ها هي تما فين كانوا داروا ليه تيو باش ينقصوا ليه داك الماء، ولاني منين قالوا لي باقي الماء في راسو، باقي الماء وليه طاش، كل شي راسو طاشي، كله طاشي.